أهلا بكما. أبدأ معك عبد الله، آخر التطورات في الساعات الأخيرة في شمال ووسط القطاع. أهلا ريما، حتى هذه اللحظة لا زالت آليات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، تحديدا في مناطق مدخل الزويدة الشرقي، وكذلك الحال مدخل منطقة المغازي وشارع صلاح الدين، وأيضا منطقة النصيرات والبريج. حتى هذه اللحظة أصوات الانفجارات لا زالت تسمع، إطلاق النار العشوائي لا زال يسمع من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية. هناك معلومات عن اشتباكات تندلع ما بين حين وآخر ما بين مقاومين وقوات الاحتلال في مناطق مختلفة ومتعددة، وبالتالي لا زالت الأوضاع حتى هذه اللحظة على حالها وتراوح مكانها بالتوازي مع استمرار تحليق الطائرات المسيرة وأيضا الطائرات الصغيرة أو ما تعرف بكود كابتر في مناطق الزويدة ومنطقة المغازي. حتى هذه اللحظة أيضا القصف المدفعي لا زال مستمرا في المناطق الشرقية لمدينة غزة، ولكن بوتيرة متقطعة، وكذلك الحال في المنطقة الشمالية من قطاع غزة. الصورة هناك وفق ما علمنا تراجع، مزيد من تراجع لآليات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشمالية، ولكن حالة الدمار كبيرة جدا، والواقع الإنساني هناك يزداد تعقيدا وصعوبة، لا سيما على الصعيد الطبي والصعيد الإنساني بشكل كبير. الصورة في وسط القطاع تزداد مأساوية يوما بعد يوم وساعة بساعة في ظل توسع العمليات العسكرية هنا في وسط قطاع غزة. أعداد كبيرة من الجرحى لا زالت تصل تباعا إلى مستشفى شهداء الأقصى، وكذلك أعداد الشهداء الذين تجاوزوا 15 شهيدا منذ الليلة الماضية وحتى هذه الساعة. والأزمة الكبرى ريما هو أن طواقم سيارات الإسعاف والدفاع المدني لم تعد قادرة على الدخول إلى منطقة المغازي ومنطقة البريج وحتى بعض المناطق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك نتيجة خطورة الأوضاع الأمنية وعمليات الاستهداف العشوائي والكبيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني بشكل أساس وبشكل رئيس في ظل استمرار هذه العمليات العسكرية وارتفاع وتيرتها بشكل كبير. إذا ما تحدثنا ريم عن واقع العمل الإنساني وواقع المنظومة الطبية، فنحن نتحدث عن تراجع كبير في مستوى الخدمات الطبية وفي المنظومة الطبية لقطاع غزة. صحيح أن المساعدات الطبية تصل وتعمل المنظمات الدولية على إيصال هذه المساعدات، لكن التحدي الأكبر هو عدم مقدرة كل هذه المساعدات على سد الفجوات الكبيرة في قطاع غزة. تقول المصادر الطبية هنا أن ما تغطي هذه المساعدات لا تتجاوز 3 أو 4% من الاحتياجات الكبيرة. المشكلة الأكبر اليوم التي تواجه القطاع الطبي بالتوازي مع العدد الكبير من الجرحى هو إصابة الأطفال بأمراض مختلفة، خاصة أمراض فيروسية وأمراض جلدية، لا سيما المتكدسين في مراكز الإيواء والنازحين في منطقتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، وهؤلاء يعني إصابتهم بهذا الكم الكبير يبلغ عددهم حوالي أكثر من 300,000 طفل مصابون بأمراض مختلفة، لا يمكن توفير الخدمات الدوائية لهم جميعا بشكل كامل نتيجة نقص الدوائي بشكل أساسي.